احبابا كاين اللي مات لولادو كاين لاخوتي صراحه الشيء هذا كيقطع في القلب. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. ديال طراف في المناطق وفي المدن المغربيه ديالنا، اول حاجه كنعلنوا الحداد التام 3 أيام على الارواح والشهداء الذين سقطوا جراء الزلزال. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. بالنسبة للمناطق الشمالية ديالنا، الحمد لله تما ما ضربش، ولكن وصلوا. كاين الناس كيقول لك في مدينة تطوان كيقولوا وصل، الله أعلم. بالنسبة للمدن اللي ضرب فيها هي بؤرة تما اللي ضرب فيها الزلزال، وبالنسبة خوتي للبلاصة اللي ضرب فيها الزلزال هي مراكش، شيشاوة دون اللي مجاورة لها. المهم احنا القلوب ديالنا مع ديك الحباب ديالنا، لا اله الا الله كما قلت لكم، لا يسبنا الا ما كتب الله لنا. احنا هنا في الشمال كما قلت لكم، احنا جاب الله تما، يعني احنا راه وصلتنا غير الموجة، حيت هو كاين كيضرب عمودي. احنا كنا قرينا شحال هادي، انا قريت 2004 على الزنزال، كاين كيضرب عمودي. البلاصة اللي كيضرب فيها الزنزال بحال اللي شفنا اليوم، بان ضرب تقريبا 18 كيلومتر في العمق ديال الارض. هذا هو الزنزال اللي حمودي كيضرب في الارض، والموجات ديالو كيوصلوا. بحال دابا ناس كازا وصلت من الموجه، وناس الرباط الحمد لله تما ما وقع حتى شي حاجه. بحال دابا كادر وصلت للموجه، ولكن الناس اللي اضطروا بزاف هي ازيلال، شيشاوه، الناس اللي سقطت فيها الارواح ديال الشهداء. احنا بالنسبه للشمال هنايا راه الديور، احنا عندنا هنا سالين عادي كالموجه، طيح الديور ديال التراب وفهمتي، والحاضر الله سبحانه وتعالى ولا اله الا الله. المهم اخوتي نتمنى من الله المغاربه ديالنا كاملين جاو من هذا الزلزال اللي هو الصراحه قلبنا معاكم، والصراحه من البارح في الليل وحنا فايقين ما نعسينش، ها انتم كما تشوفوا عيننا ما يعطيكم، حتى ليا صغارين ما نعسوش، ما ينعسوش، ولكن البارح في الليل اخوتي حسوا بان كاين شي حاجه، بيتينا يبكي، بيتينهم باقيين لدابا ما نعسينش مره. حنا بدنا غير في التليفون، غير في اللايفات ديال الناس، داخلين خارجين فيسبوك كنشوفوا الاخبار فين كاين، شحال ماتوا ديال الناس، شحال ديال الناس مصابين. قسما بالله اخوتي الصراحه زعما هادي هي بنادم خصو يعمل الاحتياط والحساب، بحال هيدا بحال هاد الامور هادي بحال الزلزال كيعطيه لنا الله، ما كتجبر وقت انك تسامح. مفاجاه ما كتجبر وقت انك تمشي عندك الشخص اللي ظلمتو سامح معاه. اخوتي تشوف ما تظلموش، ما السحروشي، السحر هو عاود اقبى حاجه، كل شي حد بعيد عليك راه السحر بنادم كيحمق كتحمق الباشا، واخا يعمل فيك اللي عمل ما يمكنش بنادم يشهد في شي واحد ما شافش بعينه، ما شفتيش بعينك ما شهدتي، جات دكدب على شي واحد وتغرقو وتفرق المراه على الراجل ديالها. اخوتي بحال هيدا دابا جا الزلزال موت تمشيت، حتى ديك الانسان باش يمشي تسامح معاه بعيد عليك، ما جبرش حتى الوقت انك تقول له اسمح لي ولا شي حاجه. صراحه بنادم في هذه الدنيا يعمل شي حاجه باش يتلقى الله، يشد الطقم ديالو، يحاول الدنيا راه الدنيا ما تغويكش، تشوف شي حاجه فيها الفلوس وتمشي ترمى عليها، تشوف شي حاجه راه. بالنسبه للناس كانوا كيصيفطوا لي دابا لا في انستغرام ولا في الواتساب كيقولوا لنا وصل عندكم الزنزان، حنا كما قلنا لكم ما وصلش لهنايا، وشوف متى وصل مراكش بحال اللي وصل لهنايا، متى وصل للرباط بحال اللي وصل عندنا. راه خوتنا الدم ديالنا الرايه ديالنا، اشهد ان لا اله الا الله موحدنا، الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين والدول اللي طمنوا مع المغرب، شكرا لهم بزاف، قطر، تركيا، روسيا، اسبانيا، الاتحاد الاوروبي، المفاوضه الافريقيه، عمان، شكرا لهم بزاف، كيعزيونا، الله يجزيهم بالخير. كنعرفوا بان حنايا الحمد لله اشقاء، خيوه، والله سبحانه وتعالى خلقنا الا باش نكون نتعاطفوا مع بعضياتنا ونوقفوا مع بعضياتنا في المحن. كنشكروا جميع الدول اللي ضامنت مع المغرب، والله يخلي لنا الملك ديالنا، والله يخلي لنا القوى المساعده ديالنا، والله يخلي لنا الاطباء ديالنا. هنا فين كان يبان
كيبانو المستشفيات، هنا فين كيبان القوى المساعده، هنا فين كيبانو رجال ديال المطافي ولا القوى المساعده. هنا كتكون المهمه ديالهم. شكرا لهم بزاف. اصبحنا على التلفزه المغربيه، راه ما نعسناش كما قلنا لكم، انا الخامسه وانا باقي كنشوف الاحداث. انا كيفاش كنشوف الناس، بزاف ديال الناس ماتوا ولا محبابا، كاين اللي مات لولادو، كاين اخوتي. صراحه الشيء هذا كيقطع في القلب. دابا حنا ما شي واحد هذا في العائله ديالنا كنفقدوه كبير وهادي، وكيبقى فينا وكيأثر فينا حاسه، وما من هذا ما كيمشي للاهل ديالو، كيبقى هو بحدو، يقدر يشيط جوج، يقدر يشيط واحد، ثلاثه، اربعه. صعيبه صراحه بزاف. والزنزال او البراكين او هاد الكوارث ما كتختار لك شي البلاصه اللي غادي تجي فيها مثلا الاصابه. تقدر في العين، تقدر الشلل، تقدر تهرس مثلا 20 تهريسه، وهذا الشيء كامل يعني كل من عند الله، كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى. والحمد لله، وحنا راضين بقدر الله، هذا هو القدر ديال الله سبحانه وتعالى، وهذه هي مشيئه الله. ديما كنت كنقول لكم مشيئه الله هي اللي كتسبق. دابا سبقنا الزنزانه وسبقنا، لا علم لنا به، سبقنا. انتم كتشوفوا يعني دابا الحصيله راه وصلت شي 850 ديال الوفاة. حنا شنو عملنا هذا الفيديو حدادا؟ اول حاجه غادي نوقف التصوير، هذا الثلاث ايام هذه كامله ما كاين لا تصوير حتى شي حاجه. باش عملنا الفيديو زعما لا كنعزوا الاخوان ديالنا اللي عندنا، المتتبعين من مراكش، عندنا من شيشا، وعندنا من كادير، عندنا من جميع المدن المغربيه، كما كانوا كيتفرجوا فينا مساكين بالروح ديالهم كيشجعونا، فاحنا لازم نعزوهم بهذه الطريقه هذه. يعني ما عندناش كيفاش نقيو. يا ريت لو كان عندنا باش نضمنوا ماديا، يا ريت لو كان عندنا باش نطمنوا، لو كان عندنا طائرات نديمروهم ونمشيو ونقضوا ونعملوا يد معاهم، ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا الشيء اللي الله سبحانه وتعالى الشيء اللي عطانا، والحمد لله ربي سبحانه وتعالى ما عرفناش الخير غادي يعوضنا خير ان شاء الله. غادي يعوضنا خير، وما عرفناش الخير فين هو، واش في هذا الزنزال ولا ماشي في ديك الزنزال، الله اعلم. ربي سبحانه وتعالى كل شيء مشيئه الله سبحانه وتعالى. والله ينصر سيدنا، والله يخلينا الجيوش ديالنا، الله يخلينا القوى المساعده ديالنا، يخلي الاطباء ديالنا الممرضين، الله يخلينا حتى الصحافه ديالنا، شكرا لهم بزاف. حتى الناس البارح اللي كانوا كيبارطاجيو من تما من البلاصه، خصوصا في ازيلال، شفت انا تما هذاك اول بارطاج طلع لي انا من تما. شكرا بزاف كيبارطاجيو، كنقول لك الله يجزيكم بالخير، بارطاجيو هذا الفيديو هذا باش يوصل للمسؤولين. والحمد لله صبحت الجنود مجندة، الله ينصر سيدنا، لا خلاه حتى فوق راسنا. المغرب ديالنا الحبيب، رايتنا الله، الوطن الملك. وكنعزي والناس اللي توفى في العائله ديالهم، واللي مساكن خرجوا لبرا، اللي بيتهم برا، لا الناس، لا في مكناس، لا في فاس، لا في كادير، لا في مراكش، لا في دار البيضاء، لا في الرباط. انا كنت على اتصال سبحان الله تقريبا مع جميع المدن، في الخميسات، فهمتي. المهم كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى. الله يعوضنا خير ان شاء الله بحول الله، باش ما نطولوش عليكم. هذا فيديو عملناه باش نعزيو الحوت ديالنا، باش نكونوا متضامنين، وكنعلنوا اننا غادي نوقفوا التصوير حدادا على الشهداء والارواح. والله يجعل الارواح ديالهم في الجنه ان شاء الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونختم الفيديو ديالنا بهذه الايه، ترحما على الارواح ديال الموتى ديال اثر الزنزان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله مولانا العظيم، صدق الله العظيم. الله يجعل هذه الآية إن شاء الله يا ربي للأرواح ديال الشهداء ديالنا اللي سقطوا في الزنزال، والله يصبر الأهل ديالهم، والله يكون معاهم، والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.